إيه شو هالموديل وهالتياب هي؟ شو قلت؟ أي سمسومة بك، حضرتها غير لائق نهائيا لتكون شاهد على كتب كتابهم بهي البدلة، مو ظابطة يعني، ما عاجبني طقمك بنوب. شو بقولك ما أحلى؟ أي سمسومة بك لا تواخذني، بس هذا اللون مو مناسب لعمرك، احتمال ما تقعد على طاولة كتب الكتاب معهم، الصراحة مو حلوة أبدا، حتى شعرك مبين كأنه مزيت. إيه شعري؟ هو طبيعته ناعم. ايه ولو مو حلو هيك، اصلا حضرتك بعد هالعمر شو ما سويت رح يروح كله على الفاضي. ايه قال ما جابوا شباب، جابوا اختيار ليشهد، مو لابق لك تكون شاهد على شو؟ وشك رح يكون شق مع العرسان. اي وبجوز يطلعوا حتى قبل ما يروحوا على شهر العسل، ووقت تشوفهم هيك رح تحس انك المسؤول عن هالشي، وعطول رح تحس بالذنب. لؤي شو عم تخرف وتحكي انت؟ ايه حاجة تمثل دور البريء، يعني رح تقنعني انه بالصدفة اختاروك لتشهد على العرس، بتكون دافع لهم مصاري. بكفي لهون خلاص، ما رح رد عليك. إيه هلا اجى على بالك انك تكون شاهد على اساس لانك متجوز؟ ما إيه شو هالعنصريه؟ برايي يجيبوا اعمار تكون اصغر واشيك. لؤي سارجن برايك مثلا؟ اي شلون خطر لك يا سيدي؟ لو بدي افكر فيها 50 سنه على الاقل مستحيل تخطر على بالي. اي شو هالذكاء هاد، انت عبقري، بنعلن السلم من اليوم. اي كثير صح سمسومه بيك، برايي يلي قلته منطقي، أنا شاب وأعزب واسم مهم، أي وبهتم بجمالي وببشرتي حصراً، وأنا المرشح الوحيد والأنسب لكون شاهد على كتب الكتاب، وبشغلي مركزي كتير مهم، البيست فريند للعريس ورفيقه كمان. أي مو حاسس بالذنب؟ بالغ أكتر لؤي، بالغ. هي مو مبالغة، واقع. أنت شو بفهمك أصلاً؟ أنا والعريس في بيناتنا خصوصية وذكريات كتير، كنت واقف جنبه بأصعب أيامه، بسبب هو مبسوط وعم يتجوز، بإيدي نقيت طقم العرس، بدي أعرفكن على ملك الحب والرومانسية، الإلهام الحقيقي للعشاق، وجناحاته يلي رح باردون فكرت إني بانتخاب. سكوت لؤي، خلصنا سكوت. ماشي، رح نتفق على شيء، رح أقوم جرب أحكي معه لنكون شهود اثنيناتنا. أي شو هالمسخرة؟ ما بيكون حدا معي، مستحيل تقدروا تشوهوا أهمية اللحظة، باختصار أنا أو لا أحد منكم. لؤي ضابط حالي ومو راضي أنعصب. أي طيب، شوفوا أنتو. أي وقت لا تركض، خليني أروح معك. أي سمسومة بيك، بدك اجي أنا كمان؟ أي هلا بيقولوا عني إني واحد قاتل حاله وليك، برأيي أحسن إنه ما اجي. أي استنى دقيقة، أحلى شي يفكروا إنه بعتوا سفير عني ويفكروني مغرور، لا هيك مو أصول، عيب كتير. أي أنا شكلي تلبكت. شو قرر خلصنا؟ أي ماشي رح فوت، بعد لي يلا. لا ما بدي فوت، متلبك، مدري شو صار لي، كأني متوتر شوي. أحسن شي أنت لحالك تفوت وتسلم عليه، بلغوا احترامي وإن شاء الله بتجيب لي أخبار حلوة، يلا. أي مو وقت الضغط يا ربي. أي احكي لي يلا، عم بيرجف قلبي. عمر وافق ما هيك؟ طبعا لؤي رح تكون شاهد. أي دخيلك يا ربي، على طول بتجبر بخاطري المسكين، أنا مبسوط كثير. ليك شو صار كمان؟ أكيد بكي، تأثر طبعا. أي معلوم بده يتأثر وبده يكون طار بالهوا من فرحته. بعذره طبعا لأنه رح يتزوج ولؤي سارجن شخصيا شاهد على الزواج. أنا كثير مبسوط كثير، عمر في دار روحي، حبيبي ورفيقي يلي بحبه. لؤي أي شو بدي ألبس يا ترى بكتب الكتاب؟ أي ما أنا أصلاً لابس. إيه أنا بيلبق لي كون شاهد أعراس. ديما شو بكي؟ فيكي شي؟ عم قول بلا ما نفوت. نحن وصلنا حبيبتي. حتى ولو منكمل على الشركة. ليش؟ خلاص عمر هيك، شو بيعرفني؟ مو حابة فوت، ماني مرتاحة أبداً. بلا ما نفوت منكمل على الشركة، أساساً في عنا شغل متراكم. طيب بس مو حلوة؟ الله يوفقك عمر، بلاها منزورهم غير مرة، أنا بحاكي نريمان خانم وبقلها مو خرج نجي. شو ساوي هلا عمر بيك؟ عمي حبيبي، بتحب تشرب قهوة مرة تانية؟ انت شكلك ناوية تجيبي آخرتي ناريمان، بكفي قهوة خلاص. بعيد الشر عن قلبك عمي، مثل ما بدك، على راحتك طبعا. عمر رح يجي مو هيك؟ وعدكن انه جاي اكيد. لا شو عم نلعب نحن، طبعا رح يجي، بعد كم دقيقة بيكون هون. اتفقت انا وديما انه رح تجيبه لعنا. يلا على خير لك. على خير. مدري شو صار لي لما وصلنا على الباب، ما بعرف، فورا قلبي نقزني واجا على راسي افكار سودا، لهيك لحقت احساسي وقررت ما نفوت، قلت شو ما كان لازم نمشي. مو غلط، عملتي الصح، بس لازم ندق لهم ونعتذر. ما ندق لهم انا ولا انت؟ لا 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 تدق لهم انت، انا بدق، انا هلا بدق. الو ناريمان خانم، نحن بنعتذر، ما رح نجي لعندكم. ليش؟ شو يعني ما بدكم تجوا؟ عن شو عم تحكي؟ اسمعيني منيح ديما، اوعك انه تلعبي معي ابدا، فهمتي؟ هالحركات مو علي، حبيبتي هدول انا دارستهم ومخلصتهم، على شو اتفقنا نحن؟ على شو احكي؟ ايه مزبوط حكيك، الحقيقة فجأة طلع لنا شغل. هذا الحكي ما بفهمه. وليه؟ ركزي معي، انت الوحيدة الهبلة هون، باقي العالم مو مثلك هبلان، اوعك تفكري فيكي تنفدي من هالقصة، بجوز اليوم تكوني نفدتي بس بالاخير رح تنجبري تحلي هالشغلة، وإذا تهربتي مني رح أقعد على قلبك مثل الكابوس، ورح أضل وراكي لحتى ينقطع نفسك، ما بتقدري تلعبي معي، رح تحليها وإجباري عنك. طيب شكراً كثير ناريمان خانم، كلك ذوق، أكيد بدنا نلتقي، أكيد بنرجع بنشوفكم بهاليومين، ولا يهمك طبعاً منظبطها، ما تاكلي هم أنتِ، هو هيك أوكي، لكن منلتقي على القريب، وسلمي على سامي بيك، منسلم عليه أنا وعمر. ما تضايقوا؟ لا عادي كثير، شوي زعلت بس عادي، منعوضها غير مرة. صحيح، مو على اساس صاحب البيت بده يجي لعنا، ليش ما اجا؟ والله ما بعرف يا ستي، الظاهر الزلمه مشغول وما عنده وقت. طيب الاجره شو صار فيها؟ ما عم تحكوا لي شيء، حكيتوا معه انتو؟ ما حكينا معه ستي لهلا، لسه ما صح له يجي. ما زاد اجره البيت؟ ولا رح يزيدها. لا شو فاتح لنا جمعيه خيريه حتى ما يزيد الاجره؟ اوف ستي، حاجة تنقي، وقت اللي بده بيزيدها، شو من هلا بدي احمل هم انا؟ طيب وعلى فرض زادها كثير، شلون بدنا نقدر ندبرها؟ اخ الله يستر شو رح يصير معنا. ستي انتي ما تاكلي هم، لانه قد ما زادت الاجره انا بدبرها. اخ الله يوفقك ويحميكي يا بنتي، ما عم نخليكي ترتاحي ولا تتهني بشي. الله يرضى عليكي، قضيتي هالعمر تعب وشغل، شوفي وين كنتي وين صرتي، وهذا كله بجهدك، يا ما سهرتي بالشغل، يا علي عليكي يا روحي. والله ما بنسى شو كنا نقعد على هالطاولة عم نتسلى ونحكي وانتي عم تشتغلي. طبعا بتذكر، بس أنا مبسوطة أكثر شي مشان سارة، هي ما بتقول لحدا بس عم تقلدك كل الوقت. صحيح نسيناها، خليني اشوفها شو عم تشتغل. هي اذا كانت مخلصه وظايفها كملي اكل. ايه شوفيها احسن. ريتو صحة وهنا، بدك اكل يا خانو. اهلين ناريمان خانو. اهلا وسهلا، تفضلي. لا مزوقه والله، بس مو علي، شو انا مجنونه لمرة اللي صار؟ ليش معصبه؟ اهدي روقي واقعدي لنحكي كلمتين. شو عم بيصير معك ديما؟ مو على اساس اليوم كنا بدنا نصالح عمر وجده؟ مو على اساس رح تجيبي عمر لعنا؟ وليه؟ انت شلون بتتجرئي تتحديني؟ هاد اللي ما عم بفهمه انا. من وين عم تجيكي هالثقة بالنفس؟ بس بدي افهم. مستحيل طبعا، لا معقول اتحداكي او حط راسي براسك؟ معقولة حبيبتي، اسمعيني منيح ديما، وقت بكون عاملة خطة بس انا بحق لي الغيها، هالشي مو من صلاحياتك بنوب، لا انت ولا غيرك بتقدروا تلعبوا علي، لما نتفق على موضوع وما بتنفذيه انا بعصب، بتعرفي لما اعصب فيك تقولي بطق مخي. وقتها شو بساوي أنا؟ بتصير هواية عندي اشتغل باللي عصبني. أول شغلة بعملها بشوف عمر وبحكي له كل شي. لا بلاها، مو قصدي اتحداكي أبدا، يعني بجوز كون خفت شوي. بصراحة خفت عمر يدوج علينا لأنه جسيت نبضه واضح إنه ما بده يصالح جده نهائيا. يي شو بدك بهالحكي أنت؟ بكرة بس يتصالح مع جده بيقول لك من الأول كنت حابب صالحه وما كنت عرفان كيف، الناس بيحكوا كتير وقليل، مو كل واحد حكى كلمة بتصدقيها من كل عقلك ديما. غير هيك أنت وعمر رح تتجوزوا ولا تنسي، لازم تعرفي هالشغلات، الرجال بعمرهم ما عرفوا شو اللي بدهم إياه، ولهيك هي شغلتنا نحن نقول لهم شو يساووا. إيه صح، مزبوط حكيك، صح طبعا، بس هذا الحكي ما بينطبق على عمر. كلهم بالهوى سوا يا روحي، كل الرجال اولاد بس كبار، وبدون وجودنا بيضيع كل شيء. كيف الرجال بيفكروا، كيف مخهم، مثل الخط المستقيم اللي بيمشي باتجاه واحد، بس نحن بنشبك كل الخطوط مثل الشبكه المعقده ومنشوف الاتجاهات. ايه بنقدر نغير اتجاه الخط ورح تغيريه. يي ناريمان خانم، نورتي. اهلين وسهلين. ديما معقول ما خبرتيني انه الخانم شرفتنا؟ يي شو انا غريبة، حياتي اشتقت لكم من امتى ما شفناكم. انا شو قلت لحالي؟ لا تكون نوران خانم مزعوجة منا واخذة على خاطرة ومالي خبر، قلت خليني اجي واعرف. معقول هالحكي هذا يا ناريمان خانم؟ انتو جماعة ما في باخلاقكم واكابريتكم، مو معقول تعملوا اي شيء بيزعل حدا. بس الواحد ما بيعرف كيف بيمرق الوقت بسرعة. ديما أمي بنتي اعملي لنا فنجانين قهوة، خلينا نقعد هيك على الرواق أنا وناريمان خانم بهالهوايات، نشرب قهوة ونتسلى شوي. يا حبيبتي دمدومتي، إذا ما فيها سئلة بدي كاسة مي باردة بعد إذنك حبيبة قلبي أمي قوام. تكرمي تكرمي. مي باردة؟ إيه؟ مو تكرم عينك؟ تكرمي. يلا يلا أهلين ستي، تفضلي عندي. إيه نوران خانم، تعي تعي حكي. اسمعي لقلك، هدول الولاد مانن عم يتلحلحوا منوب. انا شو عم اقول لحالي؟ شو لا طعم نستناهم، خلينا نحن نحدد موعد العرس. ايه حكيك صح مزبوط. حتى ديما بس اسألها بتزعل، شي مو وقته، الموعد تركيه علينا. يجننوني الله وكيلك، عمر بيحكي نفس الشيء. اسمعي شوي، بتعرفي شو رأيي؟ نجي يوم الجمعة العصر بنطلب ايدها لديما. الجمعة؟ ايه تفضلوا اهلا وسهلا. ليش لا؟ شو قلتي؟ يوم الجمعة؟ يوم الجمعة رح يطلبوني؟ ايه حبيبتي ديما، لأن يوم الجمعة يوم فضيل وكتير مبارك، ورح يجوا كباريت العيلة، حلو كتير ما هيك؟ عن جد ما بعرف كيف رح تمرق هالصيفية إذا من أولها هيك، تعب وزحمة وشغل، عم بحس حالي دايخ حتى من الهوا. صحيح، حتى ريحة الجو هالفترة بتخلي الواحد يدوخ. هذا بيعتمد على نفسيتك. مظبوط هالحكي، هذا الوضع لأنكم عشقانين، لولا هيك ما بتتأثروا. لما بتكون عشقان كل شيء بيكون له طعم ولون، ولما بتكون لحالك ومانك عشقان حتى الصيف ما بيجي. ما هيك عمي؟ ما هيك؟ هذا الشيء اللي مخلينا نعيش هالحالات والكركبة ونحس بالصيف. قصدك إنه من الحب؟ أي طبعاً من الحب، يعني. ايه نعم ناريمان، هي الجمعة؟ تمام ماشي. ايه مو غلط. لا شو التزم بشي، معقول يكون في أهم من عمر؟ ماشي طيب، لك أنا بشوفك. ايه هاتوا البشارة، هي الجمعة بدنا نروح نطلب لعمر. رح تروحوا الجمعة؟ ايه عن جد هيك قرروا؟ ايه والله هي القصة بإيد النسوان. يعني خلاص بدكم تروحوا تطلبوا ديما؟ والله هيك شكله. صحيح عمي سامي، هي مو البنت الوحيدة اللي رح تطلبها عمر. وأنا خلص قررت إنه أطلب ياسمين. واو فاجأتني بصراحة، قررت لك أنا؟ صار بدها. ألف مبروك غسان. شكراً عمي. ليك عمر هلأ لا تفهمني غلط، يعني مو ياسمين قالت لك انه اذا تجوزنا بدك تصمم لك ندرة العرس صح؟ طبعا رح صممها. انا شو عم بقول؟ بقدر اطلب انه تصممها هلا؟ فهمت علي، مشان اقدم لها الخاتم وتكون الكندره معي. اكيد فهمتوا علي شو قصدي. يعني عم حاول اهتم وفرجيها قديش رغباتها، كلهم منتبه لهم وعم حاول حقق لها اياهم كلهم. قصده يكون رومانسي، بده يكون رومانسي زلمه حقه. فهمت علي عمي، كله مفهوم. اليوم بنقعد لكان، بنروح لعندي، انت احكي لي عن ياسمين وانا برسم لك. شو بدي احكي عن ياسمين؟ شو ما بتعرفها؟ هذا التصميم مو تصميم عادي، هذا لازم يعبر عنك وعن ياسمين، فهمت علي؟ لا ما فهمت عمر، أحياناً حكيك غامض لدرجة ما بفهم ولا كلمة منه، يعني بحس حالي غبي قدامه والله عن جد. صحيح الحكي أحياناً، بس برأيي اسمع كلامه وما رح تندم. كلامه على راسي عمي، بس كأنه رومانسي ومبين عليه هيك الظاهر. الله، رح يخطبوكي وأخيراً رح يخطبوكي، استنوا خليني أرقص شوي. طولوا بالكم، خليني اتصل بإلهام الأول لأشوف حالي عليها وسمعها شوية حكي يفوت بعظمها مثل السم، خليها تعرف إنه بدنا نعطي بنتنا لبيت الإبلجي، وهي بتتكفل بأهل الحارة وبتقول لهم كلهم. وينه هذا؟ وين حطيت التليفون؟ وينه هذا؟ وين بده يكون؟ هات فرجوني لشوف. وين حطيتوا لي اياه؟ بعدين شو ما قعدتكم هيك؟ يعني ما بتقولوا الشغل لفوق راسنا، بدنا نجهز مشان جاية الجماعة. من وين نبلش؟ يا ترى ندهن البيت ولا بكلف كثير؟ صواني الفضة بدنا نطالعهم وننظفهم هن وطقومة الضيافة. شو أعمل؟ شو أعمل؟ بدي أتصل بإلهام ولا نبلش بالتعزيل؟ خلص ستي فهمنا. شو بك طق مخك؟ زودتيها كثير ليش هيك؟ زودتها ما هيك ديما؟ طبعا زودتيها. خالته نورا، تعي انت توترتي شوي، تعي اقعدي هون، تعي تعي يا قلبي، شو تعي اسم الله عليك، خدي نفس واهدي شوي، عادي بقى. يا علي كل شيء بالدور. تلبكت عن جد يا بنات، ايه مو كل يوم بيجيها خطابين لدمدومه. فرحت كثير والله مو بايدي. ايه ما بدها هالقد ستي، لا تتلبكي هيك لانه بتلبكينا كلياتنا. خلص اهدي، نتعاون مع بعض ومنخلص كل شيء. عن جد هلا كبرتي وصرتي عروس. اخ على هالزمن كيف تتغير الدنيا، والله كأنه امبارح. بتذكر شلون كانت تلف حالها بالبراد التول وتقول لي يا ستي انا صرت عروس، وكانت فصونه، بس هلا كبرتي وصرتي عروس عن جد. حبكيني والله حرام. انتوا ليش هيك دمعتكم سخيه كل هالقد؟ اذا حكيتوا كلمه زياده بتبكوني معكم. نهاد رح تتركني انا وياكي ونصفى لحالنا. هلا بده يصير عندك بيت غير هذا البيت يعني؟ حتروحي صح؟ عمر رح ياخدها لعندك. خلصنا انت وياها، شو بكون والله ما قدتوني. اطلعي من هالبوح، ابكي علينا شوي وبتنسي. حاجه تفيضي وجه، ما تركتي بيت اهلك؟ آخ كل الطيور رح يتركوا عالشوق. يا علينا يا ربي، تتركنا شلون بدي اتهنى بدون ما تكون بيناتنا هون؟ شو بدنا نسوي بحالنا؟ بس تروحي تضلي معنا. بعرف ما بدكم يعني يروحوا، وأنا مو حابة اترككم، بس كمان أنا كثير بحبه لعمر. ستي لا تعملي بحالك هيك، الله يوفقك، حاج تبكي. لك خلصنا، شو صار لكم؟ ديما مو بايدي، بس رح اشتاق لك كثير. شلون بدها تعيش لحالها؟ يا علي يا علي. ستي اهدي، ما رح كون لحالي، عمر معي. حتى لو كان معك، هذا البيت شو رح يصير فيه؟ ولا مفكرة حالك رح ترتاحي ببيت جوزك مثل بيتك؟ ايه بيتك شبهها مثل الحيط، ما عم تحسي بشي بنوم. حتى لو هيك، حتى لو صارت هيك مثل الحيط، بتضلها بنتي وروحي. رفيقة عمري دمدوم، خلص رح تصير عروس وتتركنا. حاستكم مجانين، خلص حاج تبكوا، حرقتولي قلبي، خلص بقى. احكي لي غسان، بلش. شو احكي؟ عن ياسمين غسان؟ شو يعني؟ ياسمين انت بتعرفها، حلوة وذكية ولطيفة. عمر شو بدي احكي لك؟ فهمني، الظاهر انا ما عم بفهمه لهالسؤال. اسمع شريك، كل إنسان هو عبارة عن خياراته، وهالموضوع كتير حساس للأنثى. في شغلات بروحها لازم تفهمها، تعكس داخلها، فكر فيها منيح. هالأنثى من أي نوع؟ لما بتفيق الصبح شو بتعمل؟ باللحظات اللي ما حدا شايفها فيها كيف بتتصرف؟ حتى لما تعصب مثلاً، وقت اللي بتفقد السيطرة تماماً على حالها. ديما، كيفك حبيبتي؟ تمام؟ جايين تخطبوني يوم الجمعة. ايه هيك العادات. ايه مزبوط حكيك، الموضوع كله حاسسته غريب. انتي كأنه متوترة؟ تخيل ستي طول نهاري عم تبكي، فوتتني بالحيط توترت بسببها. بدك نتخطى هالمرحلة؟ بتحبي اجي اخطفك مثلا والليلة؟ تخطفني حصان يكون لونه ابيض. عجبتني الفكرة كتير. بساويها؟ ايه شو فيها؟ فورا بلم اغراضي ومنروح سوا. ديما لسه ما بتعرفيني اذا رح تضلي تحكي والله بعملها. لا طول بالك لانه بعرفك بتعملها، بس لا تعملها، خلينا محترمين، قلبي ما بيتحمل لانه اوه شو هيك فورا تراجعتي؟ اكيد لاني بعرفك، صح ما بيبين عليك بس فيك عرق جنان، وانا شفته وجربته. ما فيني اضبطه معك. يعني انا يلي طلعت المجنون يلي فيك؟ مو بضل بقول لك عم تجننيني؟ ما بكون عم بحكي على الفاضي. ايه بكره عطله، مو شو رح نساوي؟ ما بقدر اتركهم هون لحالهم بالبيت، مو بدنا نستقبل خطابين، ستي ما تركت شغله ما طالعتها. وليش مكبرين القصه؟ ما فهمت. معك حق ما تكون فهمان لانك مو من طرف العروس، الطلب شغله كبيره عند ستي، ولسه بدنا نعزل البيت وبدنا نلف يبرا ونساوي محاشي، وستي رح تخلينا ننزل البرادي ونغسلهم كلياتهم، وبدنا نطالع صواني الفضه وطقمه الضيافه، ولسه كثير شغلات ثانيه. كتير تعب جد، الله يعينكم. لهيك رح ساعدهم، رح ضل بالبيت يعني. هو هاليوم حلو هذا التعب اجا بوقته، ما هيك؟ لأنه عم تتعبي مشاننا. بموت عليكي وليه. وأنا كمان، تصبح على خير حياتي. وليه؟ انتي شو اللي مقعدك فوق راسي من الصبح؟ اسمعي، شوفي ها، لقيت لك موديل شعر بياخذ العقل، شوفي، امسكي. شوفي، يلا. هذا؟ هو حلو الموديل بس مشان اعمل هالكعكة بشعري لازم يكون اطول من هيك. ايه، طولي لك. كيف بدي طوله؟ بدنا نحط له زيت صنوبر. ريحته بتقرف ما بتحمل. مو هذا الحل، قال بتحطي مايونيز. مايونيز؟ شو هالقرف؟ هو لسه ما قمتي انت وياها، ستي بلشت شغل من الصبح. حبيبي في عنا اجتماع، بدنا نطول شعر ديما بسرعه. ايه منطوله، محلوله هي سهله، بس حطي له زيت جرجير. في زيت الزيتون منيح كتير. هلا اذا شديناه ما بيطول؟ هيك المنطق بيقول. ايه حتى ميه المخلل، الرجال بحطوه على راسهم لينبت شعرهم، بس انا مو لازمني هيك شيء، الف الحمد لله. وسمعت عن زيوت هنديه، بتعرفي شو بدنا نعمل؟ منحطهم كلهم مع بعضهم، الا ما ينفع شيء واحد. حاسه حالي بمستشفى المجانين هون، شو بدكم تعملوا من شعري؟ حقل تجارب لاقتراحاتكم هلا؟ لا اله الا الله، روحوا التهوا بشغله ثانيه غيري، ناقصني هبل انا. برأيي فكرتي منيحه، اذا شدينا لحاله بيطول. ايه والله معك حق، عصير الجزر منيح. اسمعي برأيي جربي، شو خسرانة؟ طبعا كنت بتمنى اجي، ما كان ببالي انه العرس بكره. اوف الشغل فوق راسي، لانه جايينا خطابين لديما. ايه في غيرك بدهم يتجوزوا لك. صحيح انت ما خبرتيني قبل، عريسك شو شغلته؟ ايه بجوز عادي يا بنتي، هو الشغل مو عيب. مين يلي على التليفون؟ قال قرايبتكم من منيسة بكره عرسة، بس أنا ما عرفت شو اسمها، وستك ما فيها تحضر العرس يا حرام. لا ليش، خليها. ليكي ستي احضري العرس، مو حلوة منك انت كبيرتنا، معقول ما تحضري؟ ضب لك الشنطة على السريع ستي، عيب. ايه طيب ماشي، منشوفكم لكان. يلا ألف مبروك، وهن كمان بيباركوا لك، الله معك. جنيتي انت؟ شو نسياني الشغل اللي عنا؟ لا اكيد لا ستي، نحن بنشتغل كل شيء. قليله انت، ما هيك نهال؟ نحن يلي بنشتغل، بنعمل كل الاكل، بنغسل البرادي وبنعلقهم. روحي تسلي والشغل اتركي لنا اياه. ايه والله ما بعرف اذا خرج. قصدك انه نحن مو خرج نشتغلها؟ نهال شكلها ستي مو مامنه فينا. زعلت منك، خاب املي فيكي، خلص زعلت منك والله. معقول تكسري بخاطري هلا والجماعه جايين يخطبوني؟ هلا عم فكر انه اذا رحت مو مشكله، بس يعني مو ظابطه اروح على عرس والجماعه جايين لهون ليخطبوك. لا اكيد بتكوني رجعتي قبل ما يجوا. شوفي فوائدها للروحه، مثلا اذا رحتي بتغيري جو، وبيروح الشغل من طريقك، منه بتشوفي اهلك وقرايبينك وبتسلوا سوا وبتحضري العرس وبتنبسطي، بس من ناحيه الشغل ولا يهمك، لكن لك فكره هي عنا. ايه ماشي طيب، يلا الله ييسر لك، انبسطي قد ما فيكي واتركي لنا الشغل لالنا. بدي افهم شلون قنعتوني لسافر فجأة؟ ما احلى شيء انه فجأة، انبسطي ولو شوي وكله بينطر، تسلي. إيه؟ يلا توصلي بالسلامة، سلمي على الكل. ايه طيب يلا سلام، الله معك، باي حياتي. يا الله، يلا ستي شو ناطرة لسه؟ يلا ايه. ها المي، يلا موافقة ستي. ديما شوفي شو عم يصير، احكي لي. ولاد بعدي لي من عندك. جنات البنت حوانتها. لا جنات ولا شيء، بدي اشوف عمر، على طول شغل وبيت وشغل وبيت، طقت روحي، خلينا نتهنى ليله ببعض، لا تمنعيني بدي اروح. ها احكي من الاول لافهم شو مشكلتك. بس ليكي شو حكينا؟ بخصوص اليبرق والمحشي وغسل البرادي. ليكي البرادي بيستلمها نزار، انت بس جهزي الحشوه وانا بلف اليبرق هنيك، في معي وقت بقيانه يومين لاني حاسه كانه رح تبليني انا بباقي الشغل، معقول احساسي مزبوط؟ لك يا هضا يقبرني الجمال المنمنم، ام عيون حلوين وخضر. طلعي من هالبوابف، يلا حاجة مسحي جوه، روحي انا بعملهم. لك انت ما في منك اصلا، مين عنده هيك رفيقه مثلك؟ اكيد ما حدا عنده. هاتي بوسه، تعالي. اوخ كلياتنا مرقنا بمرحله لجنان، عادي مستوعبه وضعك انا. ايه بس هذا المعروف اوعك تنسيه، لانه بعدين رح يلزم. قلت لحالي صارت اكابر، لساتك هي حياة فظيعة. وجعتيني، اف روحي. عم بنطر، يا ريت لو فيكي تجي هلا، يا ريت لو فيكي تضلي على طول عندي. وينو التليفون؟ اي قالوا لؤي بيك؟ نعم، مين بدك؟ شبنا لؤي بيك، انا ديما. اي تأكدي من الرقم، اكيد بتكوني غلطانة. مو غلطانة لؤي بيك، ديما انا. اي مين ديما؟ ام عرق ونص. هلا فهمت، ايه بكون مو مسجل رقمك، انمسح اكيد لانه مو مهم. احكي شو بدك، فوتي بالموضوع دغري، بدي روح لعند رفيقي زوره. لؤي بيك هلا مو انت بتصور كل شيء، وقتك كله بتقضيه شغل انت والعارضات، لهيك قلت اكيد رح لاقي عندك جواب للسؤال تبعي. حياتي بتلاقي طبعا، بنك المعلومات المهمة وبسرية تامة كمان، مو حلوة انم على الناس، عيب، لا ما بقبل ولا بحب، مو من اخلاقي. اسمعي هالخبرية المهمة، مرفت وكرم بيحبوا بعضهم، انا وطالع من الشركة شفتهم سوا هو وياها. بس مو هاد يلي عم بسأل عنه انا، في شيء تاني، كيف بدي اخلي شعراتي يطولوا اكثر من هيك؟ فهمت عليكي، ليكي حاكيني بغير وقت، ووقتها بنصحك. ماشي حياتي، وقت الناس مو ببلاش، المرة الجاية خدي موعد، اتفقنا دمدم؟ يلا بوسات، باي. لو في نميمة كنت للصبح لعيت. ريما استني شوي. سارة شو بدك؟ بدي روح اتاخرت. انت ممكن تبدك تطولي شعراتك؟ ايه؟ لا وفريهم، بلاهم خلطات ستك وغصون ما بيمشوا معي ابدا، انسي القصة. مو خلطاتهم، جبت لك دواء من الصيدلية بخلي الشعر يطول، على التجريب. سارة؟ برافو عليكي، طلعتي الوحيدة الذكية بيناتنا، دخيل يلي بيفهم. بنحطه بالشنطة وهلا بنمشي. يلا انتبهي عليهم. الله معك ديما. بابا شو بدك؟ أول إصدار للمجلة اليوم. يعني بنتك رئيسة تحرير أول عدد، والمبيعات كتير بتهمني، وما بيصير تكون أقل من مبيعات فريال، لازم تكون أعلى منا بكتير. فهمت. أنا متحمسة اليوم. إيه على خير إن شاء الله، موفقة. بكل الأحوال أنا كتير واثقة من شغلي أصلاً، رح يكون حلو كتير. برافو برافو. شو هالنشافة هي؟ أريح بالناقص، مو لازمني حدا يكون معي، مريحة راسي منهم كلهم أصلاً. حياتي هاي حبيبتي. أوخ ريحتك شو حلوة. مين لسه في عرس بكره وانا قلت لستي انه تحضر؟ جيتي ام عرق ونص لهون، لحقتي على البيت وبالشركه. اي وين ما راح عم تطلعي بوشه. عيب، اعطيه شويه خصوصيه، بكره بيمل منك ويمل الله لا يقيمك. ايه ما بتتخيلي، قبل ما تجي انا ولؤي كنا كثير مبسوطين، اجيتي ونزعتي علينا قعدتنا. سمعتي شو عم بيقول؟ ما هيك بغير وقت ارجعي زعلي حالك، بيمل صدقيني. تعي ديما، تعي حبيبتي. يا ليه كيف تركوا الباب مفتوح؟ ايه وبعدين وقفت لوشة وقلت لها يا حبيبتي عظمك خشن وعريض كمان، يعني قد ما نزلتي وزنك وشك مستحيل يصير ناعم ولا جسمك كمان. وطبعا لانها غيرانه مني فما طلع لها تجاوب لي وخجلت وسكتت، لكن معروف عني ناعم ومبين من وشي الرقيق، عظمي كثير ناعم لهيك نحيف. اي لؤي سارجن بيلبق له يكون حلم وبوصله للنجاح، انا مهم ومحترم. إيه لكن شو بدي عد لعد، يمكن من جاذبيتي ولا من نعومه بشرتي الكل بيغاروا مني. طيب انا شو اعمل بهالمصيبه؟ وبالقطارات بكل محل عم بيحكوا فيني، الانسان بمل لما بيكون هالقد مشهور، حتى القطارات والباصات طلبوا يحطوا صوري عليهم، لهيك اعكن حدا يغار مني، رفقات نحن وانا مو ذنبي، ولسه العمر قدامي وجاييني نجاحات اكثر من هيك. شو بتعملوا؟ انت كنتي جايبه معك اغراض؟ ايه لوازم يبرق السر، رح تلاقي صوري على السيارة. مو بدكم تجوا لعنا وتطلبوني؟ رح اعملهم هون وبخلص من هلا. لحتى يتواصلوا معي. لا تعيدي لاني ما فهمت. انت مركز معي. قاعدة عندك يومين. لؤي انت لازم تمشي بدون ما نأخرك، لأنه انت عندك حياة اجتماعية مجنونة، فلا تضيع وقتك معنا هون. يلا اي منروح كلياتنا. لوين ممكن اخذكم؟ اي بيت الجانركي حبابين، هي وجوزها ما بهون شيء، مع انه مرته بشعه بس معلش جوزها ما رح يزبط، عنده اهتمامات غريبة بالنباتات، بده يعمل حديقة يابانية بالبيت. اي مو ظابطين. لا اي بيت الحزاز، اي فظيع. يشو كول عندهم بنت شعرها احمر وطويل مثلك يعني، بس هي احلى بكتير. بس بيت الحزاز مو عايشين هون، قلعوا على ال اي. اي مع انه عندهم بيت حلو بتركيا بس مشان الاقامه ضروريه. اي يلا خلينا نروح، اذا بدكم تغيروا جو بروح معكم. امشوا لوين؟ على ال اي. اي قصدي يعني يو اس اي. صايع عمر، جبت الطياره ولا لسه؟ عن شو عم تحكي؟ انو طياره؟ جاوبني انت. جاوبه. اه شو جاوبه؟ جيت. شلون بيصفن؟ جيب لنا طياره نفاسه. ليش لحتى اجيبها لؤي؟ شو بدي ساوي بالجيت انا؟ ايه حاسسكم ختايره. من قلبي عم حاول لاقي لكم ناس بيناسبوكم لتروحوا تسهروا عندهم، اصدقاء تطلعوا معهم مشاوير وتتسلوا، بس مو لابقلكم. خليكم هون، شو رح تفيدكم القعده؟ انا شو دخلني اصلا؟ ايه شو هاد؟ منروح بس غير يوم. قوم روح، لا تخلي اصدقائك ينحرموا منك، بعدين بيشتاقوا لك. مو حلوه مو هيك؟ طبعا طبعا بيشتاقوا لك، حرام ما بيصير. انا برايي احسن شيء تمشي هلا. ايه اي صحيح ذكرتوني فيهم، حرام معكم حق. اي لو تشوفي كيف بيتصلوا فيني ورا بعضهم لانه عنا عطله بالصيف، بدنا نروح اجازه طويله اتفقنا عليها انا ورفقاتي. كثير بيحبوني وبيحبوا حكياتي لاني ما بزعل حدا ولا بجرح حدا، والنم والحكي على الناس ما بيهمني. ما في مره فتت لعندهم وكانت ايدي فاضيه، من اصول الزياره والذوق معروف. بعرفك انا. ايه قوم لكان يلا، لا تخلي رفقاتك يستنوك كل هالوقت، حرام مو حلوه. يلا. اي عمورة كيف هيك؟ عيب اترككم لحالكم امشي، ما هيك؟ مو عيب مو عيب. لا شو هي عيب؟ شو هالرسميات هي؟ يلا. اي بس ما بتملوا هيك بدوني؟ بقصد ما رح تتسلوا يعني اذا انا رحت. انت لا تاكل هم، عنا شغلات نعملها. لؤي يلا تيسر انت يلا. اي سامحوني هالمرة مضطر اترككم لحالكم، انا اسف. كثير عادي. اي طقوس الوداع، رح اشتاق لكم كثير يا حبايبي، بشوفكم المساء. يلا. انتم تودعوني ما هيك؟ يلا تفضلوا. اي وانا شو قلت له؟ يا حذركم لهذا الاجدب هاني وهو معصب ومتضايق، قلت له تقبل انها ما عادت تحبك، واصلا انت واحد بشع وما بيطلع شيء بايدك، وقلت له المصاري ما رح تحليك يعني بلا صغره منك. زعل مني كثير وانجرح وبلش يسبني ويهيني. الحكي اللي عم نقوله لازم يكون صريح، ما بيصير نجرح الناس بحقيقتهم. هالحديث مهم كثير، لهيك بتكمل لي بعدين ماشي؟ ليك مرق تاكسي، لا تخليه يروح عليك. يلا. اي الحقيقه توقعت تخلي شكري يوصلني، فهمنا. يلا الله معك لؤي. يلا سكر. رح تبقي قاعدة عندي يومين يعني؟ أحلى مفاجأة بتخطر عبالك. لكن بس أنت بتساوي مفاجآت؟ غلبتي مفاجآتي كلها اليوم. أوه هي ما بتطلع شيء قدام مفاجآتك أنت. يومين أنا وأنت هون، عنا كتير شغلات نعملها. مثل شو مثلا؟ على أساس أنت البريئة اللي ما فهمتي علي؟ هلأ أكيد فهمت، معقول ما أفهم؟ ما بدي شي غير إنه نعشق ونحب. ليش؟ في أحلى من العشق والحب. فكيف إذا أنت هالحب؟ أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا فيك حبيبتي. أنت شو عاملة اليوم المساء؟ لأني عم فكر زورك. اليوم المساء؟ إيه بس ما تكوني مرتبطة بشي. مو طالعة اليوم، مرق في شي مهم؟ يعني شوية أمور مهمة المفروض نحكي فيها من قبل بس ما فضينا لليوم. خير غسان، في شي خطير يعني؟ لا بخصوص الشغل يعني، برأيك في أخطر من الشغل؟ لا أكيد ما في، لا وأنا عم بسأله. يلا تعال تعال، أنا بالبيت تعال. ماشي بشوفك حبيبتي. بشوفك يا روحي. دائما شغل شغل لأنه ناقصني. ايه ماشي تعا روحي، تعا يا عمري تعا. المفروض نحكي، انا عم بحلم كل الليل انه صرت ام وانت بدك تجي لنحكي بباسيونس والشغل. تعال.